ازاي نخلي حياتنا كلها في طاعة. ومن ضمن الحاجات واحنا بنتكلم في الفاصل اتكلمنا على الأذان، وقلت لي على حاجة مهمة قوي عايزين نقولها. هو يعني هي سبحان الله هي كل الحلقات مشتبكة مع بعضها، كلها تعتبر حلقات مع بعضها البعض. ما اعرفش افصل حياتي عن حاجة، لا هو كل حياتنا بتدور حول فلك واحد، ازاي ارضي ربنا سبحانه وتعالى. فحتى الاذان لما حضرتك سالتي الاذان، بعظم الاذان لم يذكر في القران كله الا مرتين، اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جه يكلمنا عن الاذان قال ايه؟ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سالوا لي الوسيله. فقالوا حرص النبي صلى الله عليه وسلم في اني اقول زي المؤذن ما بيقول. اولا ان الاذان هو صوت الله في الارض، اعلى صوت، مجرد ما نسمع الله اكبر لابد ان كل الافواه تكمم في الوقت ده، لاني انا بسمع صوت ربنا اعلى من كل شيء وافضل من كل شيء انا بعمله. ولازم الحاجه الثانيه اردد وصيه النبي صلى الله عليه وسلم، اقول مثل ما يقول المؤذن. طب هقول مثل ما يقول المؤذن ليه؟ قال لك لاني قد يقع في القلب واحنا بننطق الشهاده، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، ان تخرج خالصه من القلب فتكون سبب في ان الانسان سبحان الله يدخل بها الجنه. الله. سبب من اسباب دخول الجنه. جميل جدا طبعا. كله جميل، كل حاجه في القران جميله، كل حاجه في مدرسه النبوه جميله، بس فعلا ما تبقاش مفصوله عن حياتنا، يبقى الانسان عارف بيعمل الحاجه دي ليه؟ بردد الاذان ليه؟ بتوضى ليه؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احنا الواحد يتوضى بهدوء؟ ليه ادخل على الصلاه بهدوء؟ ليه الخشوع في الصلاه او الوقوف بين يدي الله؟ وانا باكل بسم الله ليه؟ لا اكل من امامي ليه؟ كله 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 دستور حياتنا كلها في القران الكريم والسنه النبويه المطهره. بس ابقى عارفه انا بعمل كل حاجه عشان يزداد اليقين في القلب، ولما يزداد اليقين بيزداد القرب من الله سبحانه وتعالى. ونشوف ربنا سبحانه وتعالى يعني يخلي الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لنا واسألوا لي الوسيلة، الرسول عليه الصلاة والسلام. احنا اعلى مكان في الجنة، الوسيلة اعلى مكان في الجنة. يعني شوف يعني الرسول حاسس ان هو ما يعني عايز ده، واحنا بننسى ان احنا عايزين من ربنا سبحانه وتعالى، وان احنا محتاجين نطلب منه، محتاجين ان احنا نقرب منه اكتر من اي حاجة تانية. ما هو الانسان من طبيعته انه بينسى. فهو سبحان الله ربنا قالك نسوا الله فانساهم انفسهم. الناس اللي بتبعد عن ربنا، تبعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص هو نسي ربنا، فربنا بينسي نفسه. فبيمشي في الدنيا بنفس لاهية. لكن الانسان بقى اللي نفسه دايما لوامه، بتقف له على حدود كل شيء بيفعله، دايما بيسال ويعرف طب ده ليه؟ ايه اللي يقربني شويه؟ طب انا اعمل ايه؟ طب حضرتك زي ما بتقولي العشره خلاص بداوا ينقضوا، طب انا اعمل ايه عشان اقرب من ربنا سبحانه وتعالى؟ ايه الحاجات اللي مطلوبه مني علشان انال ليله القدر، عشان افوز بالجنه؟ انا عايز اوصل في النهايه، اوصل ليوم الجائزه، لما اخلص رمضان اعرف ازاي ان ربنا راضي عني. كل دي اسئله بتدور في فلك الناس اللي دايما مقبلين على الله سبحانه وتعالى، اللي هم بيحبوا دايما يوصلوا لمرحله الرضا عن ربنا. طول ما الاسئله بتدور في دماغ الانسان فهو بيحاول ان هو يجاوب لنفسه عليها، بقى يقرب من ربنا، ما يعملش حاجه تبعده عن ربنا، ما يرتكبش الذنوب اللي تخليه يرجع تاني مره تانيه قبل ما كان زي ما كان قبل رمضان مثلا، لو هو اتغير في رمضان. وان شاء الله نكون كلنا اتغيرنا يا رب في شهر رمضان، ويكتب لنا التوبه باذن الله. فطول الوقت طول ما الانسان منشغل بده فربنا ان شاء الله يكتب له اللي هو بيفكر فيه واللي مشغول بيه. نعم، هو الانسان كل ما بيسعى، والذين جاهدوا فينا، انت بتسعى وان سعيكم لشتى، كل واحد بيسعى بطريقته. لكن انا سعي ليه؟ انا عايزه اوصل، عايزه اكون في نهايه السباق. ما احنا قلنا احنا هنعبد ربنا الشهر ده كما لم نعبده من قبل، خلاص الواحد سنه بقى خلاص بنكبر، فعاوزين بقى العباده تبقى طعمها مختلف واللذه في القرب مختلف. فهخلي كل وقتي لله، حتى وانا في شغلي لساني راطب بذكر الله، العمل اللي بعمله كله لله، حتى لو بنصح حد يعني مش طبعا حد ضميره شويه كده نام شويه عنه، بنوقظه كل واحد على طريقته، لان كل الخطيب والناس على قدر عقوله. فواحد محتاج شده، واحد محتاج ابتسامه، واحد محتاج طبطبه، واحد محتاج قربه، كذا. لكن كلها انا اكون راحه كل اليوم لله، والبدايه من اول ما اصحى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فانا جعلت اليوم كله خالص لله سبحانه وتعالى.